الحين فقرة التسريحة وراح نشوف ايش اسمك؟ ليان صح؟ لينا. الحين بنشوف لينا ايش بتسوي؟ الحين ايش بتسوين؟ قبلة. طيب الحين ايش اسم التسريحة؟ ايش اسمها؟ قولي لهم يلا. ايش اسم التسريحة؟ اللي بتسوينها؟ كبة. كبة؟ طيب يلا ايش بتسوين الحين؟ أول أمشطة بعدين أسوي بكلة. طيب الحين بتمشطة؟ يلا. الحين لينا بتمشط شعر لانا. بعدين ايش بتسوين؟ بربط شعرها. بعدين بتربط شعرها. كيف تربطينه كذا؟ الحين تربط شعرها عشان تسوي التسريحة حقتها. ساعدك. الحين تربطين شعرها، بعدين ايش بتسوين؟ بسيلها بعدين ألفها. بعدين بتلفينها. الحين بتربط شعرها، بعدين بتلف شعرها. ما شاء الله عليك، من متى تعرفين هذه التسريحة؟ من قبل. طب مين أول كان يساعدك فيها؟ أمي. أمك؟ شكرا لأمها. الحين بتلفينها؟ أيوه. الحين بتلفها؟ تختم. الحين بتثبت شعرها. الحين لفت شعرها وبتثبته بالمشابك. حط المشبك هنا. أساعدك فيها؟ واحدة. الحين ثبت شعرها بالمشابك بعد ما لفتها. ايوه خلاص. خلاص. بعدين ايش بتسوين؟ الحين بتحط الزينة في شعرها. الحين بتحط الزينة في شعرها. هي زي الطاقي الفنا حول الكعكة اللي سوتها. أضبطها لك. الحين بتضبط الزينة، بعدين ايش بتسوين؟ بعدين خلاص. الحين قاعد تضبط الزينة، هي آخر فقرة. الحين بتثبت الزينة. الحين هي وقفت الزينة، ضبطتها بشعرها، بعدين بتحط لها تعطيها هذا. ايوه خفت تلبسها. بتحط لها السلسل عشان يطلع شكلها حلو. خلاص. الحين هي خلصت كذا، صار شكلها مرة حلوة وجميلة. نشكرك يا لين، ما شاء الله تسريحتك مرة حلوة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.